ريتيكولم في محاضرة رقم 8 أو الشبكة الإندوبلازمية. الشبكة الإندوبلازمية زي ما احنا شايفينها كده شكلها جميل جدا. An extensive network of closed flattened membrane bounding sacs called cisternae. زي ما احنا شايفين كده شكل السيسترني عامل ازاي. الإندوبلازميك ريتيكولم has a number of functions in the cell but is particularly important in the synthesis of lipids, membrane proteins, and secreted proteins. واضح جدا طبعا انها بتبقى مهمة قوي في تصنيع الدهون وتصنيع البروتينات واطلاق او عمل secretion لعدد من البروتينات المصنعة. طيب تواجدها او الاوكيرنس بتاعها بيبقى عامل ازاي. الER is poorly developed in certain cells. ما بتبقاش متطورة قوي في بعض الخلايا اللي ما بتبقاش مصنعة بشكل كبير لعدد كتير او فرايتي كبيرة من انواع البروتينات. يعني على سبيل المثال مثلا الار بي سيز، هي الار بي سيز عادة ما بتصنعش او ما بتعتمدش غير على نوع من انواع البروتينات اللي هو ايه الهيموجلوبين علشان يبقى ريليزد في السيتوبلازميك ماتريكس، فبالتالي هي مش متطورة قوي في خلايا الدم الحمراء. وكذلك في السبرماتوسايتس ده برضو مش بيبقى متطورة في الاندوبلازميك ريتيكولم الى حد ما. السبرماتوسايتس طبعا معروفة ان هي ايه الخلايا المكونة للحيوانات المنوية. طبعا احنا عندنا تو تايبس من الاندوبلازميك ريتيكولم، السموث اندوبلازميك ريتيكولم او بنقول عليها الاجرانيولر اندوبلازميك ريتيكولم او الاس اي ار اختصارا، والجرانيولر او الرف اندوبلازميك ريتيكولم، ودي هنشوفها في السلايدز اللي جايه. طيب الاجرانيولر او السموث من اسمها سموث يعني ملساء، دي ما عليهاش رايبوزومز، ما عليهاش رايبوزومز، سو ات از سموث ان ابييرنس، المظهر بتاعها سموث. The adipose tissues, brown fats, الأنسجة النسيج الأديبوزي والbrown fat cells الخلايا الدهنية والأدينوكورتيكال cells الانترستيشيال cells في of this الموجودة في الخصية والcells of corpus luteum اللي هو الخلايا المكونة للجسم الأصفر في الأوفريز بتاعت الفيميلز، والسبيشيس سيلز والريتينال بيجمنت سيلز. الريتينال بيجمنت سيلز دي بتطلع بعض البيجمنتس المهمة قوي في عملية في تحسين عملية الإبصار ومهمة قوي للشبكية في عملية الرؤية زي مثلا الميلانين وغيره. الحاجات دي بتبقى فيها بس السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، ما فيهاش الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. السبيشيس او السبيشيس مش متاكد الحقيقه من النطق بتاعها، ممكن تبحث على النطق بتاعها لاني مش متذكره دلوقتي. دي الخلايا المتخصصه في افراز الدهون في الغدد الدهنيه في الجلد، تمام. فاحنا ملاحظين ان ايه معظم الخلايا اللي بتنتج دهون وفاتي اسيدز وكده دي بتبقى معتمده على السموث اندوبلازميك ريتيكولم مش على الرف اندوبلازميك ريتيكولم. ذا سينثيسيس اهو اللي انا قلته فعلا طلع مكتوب اهو من غير ما اخد بالي منه. ذا سينثيسيس اوف فاتي اسيدز اند فوسفوليبيد تيكس بليس ان سموث اندوبلازميك ريتيكولم اتس اباندنت ان هيباتوسايتس. يعني على سبيل المثال بتبقى برضو كتيره في الكبد في الخلايا الكبديه الهيباتوسايتس. Enzymes in smooth endoplasmic reticulum in the liver modify and detoxify hydrophilic chemicals. مسؤولة عن عملية إزالة السمية مرة تانية السموث endoplasmic reticulum في الهيباتوسايتس أو خلايا الكبد. إزاي إنها بتعمل عملية conjugation لبعض المركبات السامة والمركبات المسرطنة علشان بعد ما يحصل conjugation نقدر إن إحنا نعمل لها excretion عن طريق الكدني وتخرج من البول، تخرج مع البول او اليورين. بعد كده الجرانيولر او الرف اندوبلازميك ريتيكولم من اسمها محببه. يعني ايه محببه او ليه بتظهر بالمظهر المحبب؟ لان عليها عدد كبير من الرايبوزومز على الاندوبلازميك ريتيكولم. سو اتس ابير رف، ات ابيرز رف.
بتظهر بمظهر خشن. The rough endoplasmic reticulum synthesizes certain membrane and organelle proteins. مهمة قوي في عملية التصنيع. احنا قلنا ribosomes يعني تصنيع، لان الribosomes مهمة قوي في عملية ايه؟ في عملية الترانسليشن، في عملية الترجمة، وعملية ان احنا نعمل سلسلة من عديد البيبتايد او البولي بيبتايد تشينز، في عملية الاستطالة اللي بتحصل من الامينو اسيدز. تمام، دي ممكن نبقى نشرحها ان شاء الله في كورس مولكولار بيولوجي او بايوكيمستري لو ربنا كرم ان شاء الله ودنا طول العمر. زي ما قلت لكم كده الجرانولار اندوبلازميك ريتيكولم او الراف اندوبلازميك ريتيكولم مهمه جدا في عمليه تصنيع البروتينات. والرايبوسوم طبعا زي ما قلت لكم هو مهم ذات فابريكيت ساتش ا بروتين باود اوف راف اندوبلازميك ريتيكولم، عن طريق ان البولي بيبتايد تشين بيحصل لها استطاله. والعمليه دي عمليه لذيذه جدا ان شاء الله نبقى نشرحها باستفاضه في كورس متخصص للعمليه دي. All eukaryotic cells contain a discernible amount of rough endoplasmic reticulum. لازم طبعا، ليه؟ لان هي المسؤوله عن عمليه التصنيع، لان فيها الايه، لان فيها الرايبوسومز. بنكرر اهو كذا مره رايبوسومز، والرايبوسومز يعني ايه؟ يعني عمليه تكوين وتصنيع البروتينات والامينو اسيدز، صح ولا لا؟ because it needed for the synthesis of plasma membrane proteins. اهو والبروتينات هي اساس الحياه، صح ولا لا؟ الرافن اندوبلازميك ريتيكولم is particularly abundant in specialized cells that produce an abundance of specific proteins to be secreted. خلاص تبقى موجوده في معظم انواع، بتبقى موجوده قصدي في كل انواع الايوكاريوتيك سيلز، لان من غيرها الخليه ولا تقدر تعيش. The cells of those organs which are actively engaged in synthesis of proteins such as Achenor cells. مثلا في البنكرياس الأكينر سيلز ديت اللي هي بتنتج الدايجستيف انزيمز، زي مثلا الاميليز، زي التريبسين والكيموتريبسين. الثلاث انزيمات دول البنكرياس بيصنعهم وبيصبوا في الامعاء بحيث ان هم يتموا عملية هضم الكربوهيدرات والبروتينات. تمام. البلازما سيلز والجوبلت سيلز، الجوبلت سيلز دي تبقى متوزعة على طول التراكت بتاع الاير ويز، وحتى في الكولون، لانها مهمة قوي في او هي الاساس في تصنيع الميوكس، تنتج المركبات الهامة في انتاج الميوكس الموجود. تمام. وطبعا some of endocrine glands are found to contain rough endoplasmic reticulum RER which is highly developed. خلاص زي ما احنا شايفين كده ده ملساء، واضح قوي انها ملساء ما فيهاش ribosomes، لذلك بنقول عليها ايه؟ برافو SER. هنا واضح ان في اهو ribosomes attached عليها، لذلك بنقول عليها ايه؟ ار اي ار، علشان عليها رايبوسومز. دي ما عليهاش رايبوسومز، دي عليها رايبوسومز. خلاص. طيب ايه common functions of SER and RER؟ في حاجات مشتركه ما بينهم. اول حاجه الاندوبلازميك ريتيكولم بروفايدز an ultra structural skeletal framework to the cell to give mechanical support to colloidal cytoplasmic matrix. مهمة قوي في تقويم البنية الأساسية والميكانيكية بتاعة الخلية، تعمل كدعامة ميكانيكية للخلية. The exchange of molecules by process of osmosis مهمة قوي في تحقيق عملية الأزموزس، وبالتالي عملية انتقال المواد والديفيوجن ما بين المواد، وعملية الاكتيف ترانسبورت occurs through the membrane of endoplasmic reticulum. The ER membrane has permeases and carriers. فيها carriers وفيها حوامل. تمام. The endoplasmic membrane contains many enzymes which perform various synthetic and metabolic activities and provides increased surface for various enzymatic reactions. مهم قوي، واضح جدا انها مهمة قوي في عملية الموديفيكيشنز، في عملية التعديلات الكيميائية، ولذلك هي بتبقى ارض
صالحه للتفاعلات الانزيميه. The ER membranes are found to conduct intracellular impulses. For example, the sarcoplasmic reticulum transmits impulses from the surface membrane into the deep region of the muscle fibers. وبالتالي فهي بتعمل بتنقل النبضات من سطح الخلية لأعمق نقطة في الخلايا العضلية، ودي مهمة جدا جدا عشان العضلة function بطريقة صحيحة. The sarcoplasmic reticulum plays a role in releasing calcium. مهم جدا انها تعمل releasing calcium علشان العضلة تقدر ان هي تشتغل وتنقبض، وبعد الانقباض يرجع الكالسيوم مرة اخرى عشان يحصل عملية ايه؟ علشان يحصل عملية relaxation ويحصل stoppage للستيميوليشن مور اند مور وترتاح العضل. ما تنساش تتابعني على اكاونت الفيسبوك مسلم بوليماس وعلى القناة اليوتيوب باي ميديكال ساينتست محمد ياسر. ما تنساش تكتب لي تعليقك ورأيك في الكورس وترشح الكورس لزملائك. مع السلامة.